بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذه الدورة التدريبية لإنتاج فيديوهات بواسطة برنامج باوربوينت بواجهة فرنسية. سبق وأن أنشأنا هذه الملفات وقلنا أننا نحتفظ بأحد الملفات فارغة نسميه نموذج لإعادة نسخه لاحقا والعمل عليه. ندخل إلى المشروع الذي بدأنا عليه سابقا، مشروع الدرس اللغوي. تركنا الملف كما بهذا الشكل. هنا أنقر بالزر الأيمن للفأرة هنا في الفراغ، ثم أختار نوفيل ديابوزيتيف. أقوم بعملية الإفراغ هنا بالنقر في الفراغ والذهاب إلى الزر تابيلاسيون ثم سوبريمي تابيلاسيون سوبريمي. هنا لدينا شريحة فارغة. أذهب إلى انسيرسيون ثم إلى إيماج، لأن درسنا لهذا اليوم سيكون حول إحضار الصور والتحكم فيها. لدينا هنا خياران، خيار إيماج من حاسوبي وكما تقرؤون انسيغ دي فوتو ا بارتير دو فوت اورديناتور، وهنا إيماج أونلاين أي من الإنترنت. نبدأ بالصور من على حاسوبي. نذهب إلى أحد ملفات على الحاسوب ونحضر أحد الصور. هذه صورة من الحاسوب. العملية بسيطة، انسيغسيون ثم نذهب إلى إيماج ثم نختار الصورة التي نريد. نذهب إلى انسيغسيون ثم إلى إيماج ثم نختار الصورة التي نرغب في إحضارها. نحضر ثلاث صور، هذه الصورة الثلاث من حاسوبي. ما سنقوم به الآن عكس هذه العملية، سنحضر صور من الإنترنت، سنحضر صور أونلاين كما تسمى، إيماج أونلاين. هذه الإيماج أونلاين لدينا خياران هنا، خيار أون درايف وهو قرص صلب سحابي، أي أن معلوماتك تخزن عند مايكروسوفت وسعته 5 جيجا للأشخاص العاديين و 1000 جيجا للأساتذة. هنا ريشيرش ديماج بين، وهي صور سيبحث عليها محرك البحث بين. محرك البحث بين هو المحرك خاصة مايكروسوفت يشبه جوجل. ننقر هنا فتظهر صور. هذه الصور الميزة الجيدة فيها أنها صور مجانية الحقوق، صور مجانية الحقوق مفتوحة المصدر. ما معنى مجانية الحقوق مفتوحة المصدر؟ صور يمكن استعمالها دون أن تلحقني أي متابعة قانونية أو أخلاقية، لأن صور ملاكها وضعوها في الإنترنت بشكل مجاني. شريطة نترك هذا الخيار مفعل هنا، إذا نزعناه ستظهر جميع الصور. هذه صورة مجانية، ننقر عليها مرتين فيتم إحضارها. إذا العملية بسيطة، نذهب إلى انسيكسيون ثم إلى ميج أونلاين ثم نختار الصورة ثم نحضرها. هذه صورة من الإنترنت أحضرناها بشكل مجاني، يمكن استخدامها. أنهينا عملية الإحضار، يمكن إحضار الصور من هنا. ننظر إلى المرحلة الثانية من هذا الدرس وهي مرحلة التحكم في الصورة. هنا تحكمات كثيرة يمكننا تجريبها، وهي بسيطة لا تحتاج إلى تدريب أو تعليم. كل ما هنا يمكننا تجريبه. الذي سنهتم به والمهم عندنا هنا هو هذا الخيار وهو غونجي، وهو لقطع الصور. تذكروا جيدا، نعيد العملية. ننقر على الصورة مرتين ونذهب إلى غونجي لقطع الصورة. نجر من هذين المستطيلين، من هذه المستطيلات على الجوانب، المستطيلات السوداء. لا نجر من النقط، لأن إذا سحبنا من النقط سنشوه الصورة. نسحب من تلك المستطيلات السوداء عندما تظهر تلك المطرقة. نعود إلى غونجي فنقوم بقطع الصورة. أعيد العملية مع هذه الصورة، نقرتين غونجي ثم أسحب بهذا الشكل ثم أقطع هذه أيضا نقرتين غونجي ثم أسحب بهذا الشكل. فقمنا بقطع غونجي، أعيد العملية هنا غونجي ثم قمنا بقطعها. أقطع أيضا هذه غونجي ثم أقطعها بهذا الشكل. فتم قطعه. إذن قد قمت بقطع الصور بسرعة وسهولة. سبق رأينا هذه الميزة وهي لترتيب الصور. إذن انتهيت، أردت ترتيب هذه الصور على نفس الخط، أختارها جميعا ذهب إلى ألينية ثم ألينية فتصبح على نفس المستوى. إذا أردت أن أساوي المسافة بينها أذهب أيضا إلى ألينية ثم إلى هذا الخيار. ألاحظ هذه الأشكال لأنها تؤشر إلى ما سيحدث، صارت المسافة بينها منتظمة. هذا كان هذا كل ما يتعلق بالصور. الآن نذهب إلى صور نوع آخر من الصور، هي صور مجانية ولكن سنحضرها من الإنترنت. يتعلق الأمر بصور من موقع بيكساباي. موقع بيكساباي هنا سبق وأن تحدثت عن هذا الموقع. هناك مواقع كثيرة ولكن يجب أن ننتبه، لأن هناك مواقع تشترط أن نشير إلى أننا أخذنا الصورة من عندهم.
موقع بيكسابي لا يشترط ذلك، التسجيل بسيط، سيسألك هل عندك حساب جيمايل، قل نعم وتسجل. هنا نكتب الموضوع وهنا نختار إما إيماج أو فوتو أو فيكتوريال. فيكتوريال هي يعرفونها أصحاب الإليستراتور، صور نقطية. هنا إليستراسيون هي صور تكون إما مرسومة أو أو معدلة لتظهر بشكل جيد تصلح للتعليم. وهنا فيديو أيضا يمكننا إحضار فيديوهات بجودة عالية. الصور عندما نتسجل، عندما نختار أن نبحث عن الصور التي نبحث عنها، ندخل إلى الصورة. هنا لدينا خيار التحميل وهو هذا الزر الأخضر الكبير، ننقر عليه ونختار دائما أكبر قيمة، لأننا يمكن أن نختار أصغر قيمة ولكن سنندم إذا ظهرت الصورة صغيرة. أما أكبر قيمة فالصورة يمكننا تصغيرها والاحتفاظ بجودتها. نختار أكبر قيمة ونختار تيلي شارجي، فيتم تحميل الصورة. عند تحميل الصورة تعرفون أين تجدونها، ننقر بالزر الأيمن الفأرة ونذهب في الشد وندوسية. هذا من المواقع، يمكنكم البحث عن مواقع أخرى مجانية، ولكن انتبهوا هناك مواقع تشترط بعض الشروط، يجب أن ننتبه لشروط كل موقع على حدة. كان هذا كل ما يتعلق بدرسنا لهذا اليوم الذي يتعلق بإحضار الصور. تعلمنا كيف نحضر الصور بطريقتين، وتعلمنا كيف نعدل على تلك الصور. هناك إمكانات أخرى لتعديل الصور تتعلق بالإضاءة، بالتأثيرات الفنية، يمكنكم أيضا تجريبها. ويمكن وهنا حذف الخلفية، أيضا يمكنكم تجريبها حذف الخلفية لحذف خلفية خاصة في الصور والأشخاص إذا أردنا حذف الخلفية. كان هذا كل ما يتعلق بالصور، وإلى درس لاحق إن شاء الله.